الزوجة الحادية عشر، صفية، هي بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فهي من سبط هارون عليه السلام، كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتل يوم خيبر. قال أنس: لما افتتح عليه الصلاة والسلام خيبر وجمع السبي، جاءه دحية الكلبي فقال: يا رسول الله أعطني جارية. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ دحية صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي. وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صفية وأكرمها وتلطف بها حتى أصبحت تفضله على أهلها وعشيرتها، وقد خيرها عليه الصلاة والسلام قبل زواجها بين العتق واللحاق بأهلها وبين اقترانه بها، فاختارت الله ورسوله وأعلنت إسلامها وأظهرت حبها القديم للإسلام وتركت قومها وعشيرتها. وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة يحمل معه حكمة عالية لا يدركها إلا من أنار الله قلبه، وماتت في رمضان سنة 50 في زمن معاوية ودفنت بالبقية.